هنا يعترف بأنه في وضع حرج. تكون في قرارات أخرى لازم الوقت راح يداهم فينا. الدستور يصبح ساري المفعول بكل ما أتى به في بضعة أشهر، وهذا هو حل حقيقي، حلول دائمة، مش حل يعني ارتجالي على شخص أو شخصين أو حل مؤسساتي إن شاء الله. خانوا البودي لانجوج، خانوا الطرق اللي كان يتكلم بها، قال لك الأمور راهي تداهم فينا، في الحقيقة كاين بلوكاج، عندهم مشاكل كبيرة. منين جبنا هذا مثلا؟ من التحليل، نعم جبناه من التحليل، لكن خلينا نسمعوه أيضا من عند واحد منهم تاع البارح ولا تاع اليوم، يعني واحد نتاعهم، يعني نسمعوه من عنده. في الحقيقة يقول بلي كاين مشكل في هرم السلطة. تظهر المعاينات الأولية بطئاً غير مقبول في تكفل بالملفات الإدارية حتى بعد تدخلنا كهيئة وساطة، ما جعلنا، أقول مع الأسف، ما جعلنا نشك في وجود رغبة متعمدة لعرقلة خطوة تجديد نظام الحكم المسطر من قبل سيد رئيس الجمهورية، والتي تتمثل غايتها في تحقيق المطالب المشروعة للشعب. النتيجة الثانية التي توصلنا إليها هي أن البيروقراطية، إذن شهادة من عنده، ونتمنى على المساعد اللي يبعث لي تلك المقولة نتاع السوسة المسوسة نتاع ما يسمى ب كان اللي قالها هذا شرفي أعتقد، إيه لا يستحق هذا الاسم، شرفي هذا نتاع الانتخابات، يبعثها لي نذكروا بها الناس إذا راه المساعد عنده هذاك المقطع. هنا وش راه يقول؟ قال لك أنه فيه يشك، عندهم شكوك كبيرة الآن، عنده شكوك أن هناك في مكان عالي كاين أمور ما تمشيش، ما مش مشين الأمور، كاين عرقلة. مكان عالي وين؟ مكان عالي قرارات تاع الجنرالات متضاربة. أصحاب السلطة الحقيقية سماهم واحد مرة أصحاب الحق الإلهي. بكري كان في أوروبا الملوك يقول لك عنده الحق الإلهي في الحكم، أي أن الحاكم، وصرات حتى عند المسلمين هذه، أنه هو يمثل الله في الأرض، فكانوا يسموهم أصحاب الحق الإلهي. الحق من بعد أصبح هنا المعنى على أصحاب الدير، أصحاب المخابرات. كتب واحد يعني مرة مقول جميل يعني على أصحاب الحق الإلهي، هذو اللي يعطين نفسهم حق إلهي، بمعنى هم اللي يقرروا مصير الشعب ويجيبوا الرئيس نحو الوزير. هذو هما مرات صرا بيناتهم خلافات، وبالمناسبة راهي صايرة كبيرة، يعني بعد أيام تشوفوا سقوط أحد كبار هؤلاء الجنرالات ولا كبير كيعطوا له الوظيفة، اللي هو عبد الغني بن راشدي قائد المخابرات الداخلية، دي جي اس اي، ديريكتور جينيرال لا سيكريتي انتيريور، وربما تعويضه بنائبه يسمى بخشابية، أو تعويضه بجنرال آخر. صراع كبير على هذه المناصب، لأن دي جي اس اي قلب الحكم اليوم، مخابرات ككل والدي جي اس اي بشكل أساسي، هما اللي تابع لهم هذا عنتر، تابعت لهم كل مراكز التعذيب، مراكز الاختراق، مراكز التعيين، كلها هي الدي جي اس اي. وهؤلاء كلهم بالمناسبة من اللي جا لقيت صالح داهم كلهم ربطهم بقائد الأركان، فهما مبدئيا كلهم تابعين شنقريحة، لكن شنقريحة شيخ خرف يعني، وشفنا لأن مش كل الشيوخ يخرفوا، يعني يقدر يكون عمره 80 85 90 سنة، بصح عقله جميل، لكن كلنا شفناه أنه ينام في الاجتماعات، أنه تصرف تصرفات بعض الأشياء ما قدرش حتى نقولها لكم هنا إلى آخره. وكانت مرة خرجت لواحد ضابطة قتلوا جدي بكل صدق، ضابطة جديدة قتلوا جدي، وهذه الحقيقة، لأنه هما في سن جدود الجزائريين، وهذا مش عيب، لكن الجد عنده دور، ما يكونش قائد جيش ما تمشيش، تقدر مستشار في الجيش مثلا، تقدر تكون رئيس برلمان على أقصى حدود مثلا، تقدرش تكون أنت
يعني جنرالات تطردهم في الخمسينات أو في نهاية الخمسينات أو عقداء ويصبحوا كي تفوت السبعين تلصق في الكرسي ما تمشيش، ويصبح عندنا حتى جنرال عمره 87 سنة، مش معقولة هذه. فاللي عبر عليها إذن هذاك مرة اللي قال السوسة المسوسة هو عودها اليوم كريم يونس، مازال ما وصلتنيش، لا المهم راك مشتوها من قبل، كان إذن عبر عليها هذا انت، قال لك السوسة المسوسة راهي الفوق ما خلتهمش يخدموا، معناها الأجنحة صارعة. وبكل أسف وألم إذا ما قامتش دولة مدنية ستظل الجزائر نهبا لهذا الصراع، مشكلة لهذا الصراع، يخلقوا مشكلة كبيرة للبلاد بهذا الصراع وممكن يروح بعيد. ولذلك مرة لما قال لي واحد، قال لي والله انتم مارك مخرجتوا، وهو يقولها بالحي ماري، خرجتوا أسرار الجيش. قلت له وين خرجنا أسرار الجيش؟ وين؟ قال لي تكلموا على الجنرال فلان والجنرال فلان. قلت له طيب هل تعرف أن الجنرال شنتوف راه هارب في إسبانيا؟ هل تعرف أن الجنرال شنتوف كان قائد الناحية العسكرية الأولى، يعني واحد من كبار الرؤوس؟ هل تعرف أن الجنرال بالقصير راهو هارب في فرنسا؟ هل تعرف أن الجنرال عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة راه هارب في فرنسا؟ عفوا. هل تعرف يومها كان مازال توفيق في السجن، هل تعرف أن الجنرال توفيق راه في السجن؟ جنرال طرطاق هاو مازال في السجن؟ في زوج كانوا قادة المخابرات؟ هل تعرف أن جنرالات آخرين بما فيهم قائد الناحية العسكرية الثانية سعيد باي راه مازال في السجن؟ قلت له هل تعرف هذا ولا ما تعرفوش؟ إذن من أخرج أسرار الجيش؟ كوننا نتكلموا على ضباط مسحوقين يصبح أو صف ضباط مسحوقين أو جنود لا يجدون ما يأكلون أو مرضى ما يخلونش يروحوا، كاين اللي راهم ينتحروا الآن يصبح أسرار الجيش. هل تعرف أن CIA مفتوح لها أجواء الجزائر وتتجسس على البلاد كلها مش فقط على الجيش؟ هل تعرف أن الفرنسيس عندهم جواسيس في كل مكان بما فيها الساتيليت وتتجسس على البلاد؟ هل تعرف أن دول صغيرة بما فيها الإمارات عندها ساتيليت وعندها درونز وعندها وتتجسس على البلاد؟ هل تعرف أن أسرار الجيش كلها تروح للإمارات والفرنسا والسعودية وإسبانيا؟ هل تعرف أم لا؟ عندما نتحدث على وظائفهم ونقول لهم لازم نعرفوكم لأنكم أنتم السلطة الحقيقية يصبح هذا أسرار الجيش؟ يعني الشعب الجزائري فقط ما يعرفش؟ بينما كل من هب ودب في الأرض هذه يعرف تفاصيل التفاصيل. هل تعرف أن عندهم في سهراتهم الماجنة الفاجرة تكشف ما لا يعرف من عند الجنرالات ومن عند كبار الضباط؟ هل تعرف أن كثير من كبار ضباط المخابرات ليسوا أكثر من جواسيس مزدوجين؟ لماذا لا نريد أن نصدق وإحنا نشوفه في الشمس صادعة ونقوله ما كانش؟ لماذا؟ وبعد يجي يقول لك الجيش خط أحمر، قولوه على الضباط الصغار، قولوه على الجنود، قولوه، لكنكم تقصدون كبار الجنرالات لأن الرعب الخوف، تحبوا اللي عنده القوة، تخضعون وتركنون تصبحون عبيد، فيكمش رجولة، فيكمش مروءة، ما فيكمش شهامة تاع آخر امرأة جزائرية. هاي السوسة المسوسة، اسمعوا من عنده. السوسة المسوسة
فكروا فيها كصراحة. السوسة المكسوسة. السوسة المدسوسة في هرم السلطة، لأن بالتأكيد السوسة المدسوسة موش رئيس دائرة أو كوميسار بوليس ولا كوموندون تاع جندرمري ولا شيف سيكتور تاع هذه الولاية أو تلك. لا لا لا، السوسة المدسوسة معناها الفوق، وبالتالي هو هنا يعني كان كي ضغطوا عليه الناس، سمعت فيما بعد أنه ما خلوش فيه يعني، مسحوا به الأرض، لكنه مرتزق مادام راه يدي في 3,600,000، يدي هذا الشخص يدي 3,600,000 لليوم الواحد، راهو قانون صادر. روحوا شوفوا رئيس لجنة الانتخابات راهو صادر قبل 7 سنين ولا 8 سنين، تلقاوه يدي 3,650,000 للنهار الواحد. على ذيك يبهدلوه يسبوه يشتموه ما عندوش مشكل، لأنه في الشهر عنده أقل شيء 100 مليون، 100 مليون أقل شيء بالقانون، والسيارات والامتيازات إلى آخره، هذا شيء آخر.